منحت جامعة عدن في حفل تكريمي أقامته بقاعة ابن خلدون بكلية الآداب شهادة الدكتوراه الفخرية لفنان اليمن الكبير محمد محسن عطروش نظير ما قدمه للوطن خلال مسيرته الفنية بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وعدد من نواب الوزراء ووكلاء المحافظات وأعضاء البرلمان. التفاصيل في هذا التقرير. في حفل تكريمي بهيج أقامته رئاسة جامعة عدن على شرف الفنان الكبير المناضل محمد حسن عطروش في قاعة ابن خلدون بكلية الآداب بالعاصمة المؤقتة عدن. الحفل الذي أقيم لتكريم الفنان عطروش بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني وعدد من نواب الوزراء ووكلاء المحافظات وأعضاء البرلمان وشخصيات أكاديمية واجتماعية بالإضافة إلى حضور واسع من محبي الفنان الكبير عطروش. في كلمته خلال الحفل أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأصور إلى أن منح هذه الهامة الوطنية العملاقة الدكتوراه الفخرية لا تقل عن شهادة الدكتوراه الأم التي يمثلها جمهوره الفني في الداخل والخارج. نبدأ بصباح الفن، صباح الحرية، صباح الثورة، صباح الأغاني الجميلة والزمن الجميل. نحن طبعاً أننا قرر مجلس جامعة عدن بتكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش لنيل درجة الدكتوراه الفخرية لم تكن وليدة الساعة، ولا هي نزوة، ولا هي يعني مجاملة، لكن أيضا شكرا لجان أكاديمية جان فنية استطاعوا كل ما أنجز الفنان طيلة 60 عام. كلمات معبرة ألقيت خلال حفل التكريم لكل من اللجنة التحضيرية المنظمة للحفل وأصدقاء الفنان ألقاها عضو مجلس النواب خالد صالح شايف، عبرت في مجملها إلى مراحل المشوار الفني للفنان عطروش ومحطاته الفنية والتربوية التي قضاها متنقلا بين مصر واليمن، فيما كانت الكلمة المؤثرة في هذا الحفل هي للفنان الكبير محمد محسن عطروش. إن تكريمي بالدكتوراه الفخرية وسام على صدري يتشارك استحقاقه معي كل فنان وكل مبدع في هذه الأرض الطيبة وهذه المدينة الساحرة، المدينة عدن سيدة بحار العالم، أم المدنية والحداثة والفكر والأدب والثقافة والهدوء والاتزان والجمال والسمك الحلو والقضاء. فهنيئا للحفي والمحتفى ولجمهورا في الميدان. تخلل الحفل إلقاء عدد من القصائد الشعرية المعبرة عن مراحل ومشوار فنان اليمن، ليختتم هذا الحفل بتسليم الفنان الكبير الدكتور محمد محسن عطروش شهادة الدكتوراه الفخرية الممنوحة من جامعة عدن نظير خدماته الجليلة للوطن طوال مسيرته الفنية. لقناة عدن فضائية، وضاح الشليلي، عدن.